النجمه الكبيره حبيبتي وحبيبه الاستاذ حلمي، فنانه مادلين طبر. انا فرحانه. I love you حبيبتي. حبيبتي ازيك؟ تحياتي لحضرتك، تحياتي للاستاذ الموسيقار الكبير حبيبي استاذ حلمي بكر. شكرا. وحلو قوي البرنامج. انت حبيبتي الكل. الله يعزك، الله يعزك. عاملين ايه بقى في البرد ده؟ عاملين ايه في البرد؟ هنعمل ايه؟ المواهب بييجوا طبعا، نعمل ايه؟ ربنا يعني يحفظهم يا رب. صحيح صحيح صحيح. انا كان ليا تجربه، اتشرفت بانه كان ليا تجربه مع الموسيقار الكبير استاذ حلمي بكر في الاردن لبرنامج. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور يا فندم. احنا كان لينا تجربة اردنية بس ما اكتملتش بالمواهب، كان نفسي نبقى مع بعض في لجنة تحكيم عربية. باذن الله، باذن الله قريب، باذن الله. يا رب يا نعملها رب نعملها، نبقى كلها لجنة. ابقى معاكم يا استاذة ان شاء طبعاً الله. طبعا طبعا، بعد نجاحك في التجربة دي لازم تكوني عندك خبرة وعندك حس موسيقي وفهم ايقاع، يعني مواصفات تحتاجينها علشان تكوني في برنامج هواة. حبيبتي يا روحي. طيب انت عارفه بعد ما عملنا البرنامج ده طلع كام الكيدز فويس كيدز فجر، وطلع مليون حاجه بعد الفكره. برافو دي. عليك، برافو عليك. احنا عملنا اول تجربه في الاردن، كانت فعلا احنا كنا سباقين. صح، حقيقي يعني كنا سباقين فيها. طبعا ما شاء الله ما شاء الله. صحيح صحيح، دايما من نجاح لنجاحات. طب فاكره ايه او عايزه تقول الاستاذ حلمي ايه؟ الحان حاجه؟ لا انت بتتكلمي عن ده، يعني اولا هرم كبير جدا، انت عارفه انه لا العفو يا فندم، 1500 لحن تقريبا، هم يعني 1800 على فكره، هم ثابتين عند هم 1800 هم 1800 من شر حسد اذا حسد نجات. لا ما وكانت كادت يعني ده السؤال للاستاذ حلمي، انه كادت ام كلثوم قبل ما تروح تعمل عمليه العلاج وترجع. مزبوط. للاسف يعني نخسرها. ما عندكش فكره. كادت ان تغني له، بس ايه هي الاغنيه؟ عايز اعرف فكرة. كانت اغنيه ايه؟ ما عندكش فكره. ورده بعد لورده اللي غنيتها الاستاذه ورده. هي كانت سيده ام كلثوم حافظه المذهب بالتليفون وانا بسمعها خايف. ما عندكش فكره. اللي هي ابواب محمد. بس انا المفضله عندي الاغنيه اللي غناها ولا 50-60 مطرب على اللي جرى. دي اللي جرى دي اغنيتي. يعني اول ما اخش في بعض المطاعم اللي بيبقى فيها مواهب شابه بتغني بيشوفوني بيعملوا على اللي جرى، خلاص يعني جت مادلين فازل على اللي جرى. ده بقى بيلغي حكايه ان ما فيش حاجه اسمها قديم وجديد. الله عليك. حلو في اي وقت، اذا التاريخ بتاعنا جمال عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب طبعًا. من اول كليوباترا وقبليه سيد درويش وبعد منهم كل العالم ده طبعًا. مفيش حاجه اسمها قديم وجديد، في اسمها حلو صح او لا. بس حاجه يعني غريبه انه انا اللي غنوها كتير بس ما حدش هزني الا ثلاث اصوات. اصاله ايه هي؟ انا عايزه كده نلعب معاكي بقى كده ومع الجمهور يا مدام هنديه، نشوف الموسيقار هيعرف يخمن مين الثلاثه اللي حبيتهم في اغنيه على الجرى. اولهم عليا طبعا، ده طبيعي لانه عليا صاحبه الاغنيه الاولى. ثانيهم صابر الرباعي، ثالثهم اصاله. الله الله. رابعهم في يعني في هندية وخلاص يا استاذ. لا انا عندي اسم زياده كمان. مين يا فندم؟ اتفضلي. هي دي الاختيارات، وائل جسار. يا عيني والله طبعا احساس عالي جدا. انا قصدي الرابع وائل جسار. وائل جسار انا بسمعه من ايام ما كان بيقلد رشدي. ثم لما جه جبت في الاوبرا وغنى قلب الاوبرا وفوجئت بانه بيقول على اللي جرى. طبعا طبعا. عارف حضرتك انه بدايه معرفه الوطن العربي لصابر الرباعي كانت من مشاركته لاصاله، ويوم ما قالت له ربنا يسامحك لانه روح هي الله طلعت مقامات عاليه، فكان الحكايه يعني سجلت لصابر. ما دي اللي عملت الزعله. دي اللي خلتها زعلت وقلت لها انت انا بتكلم وبعدين مهمتي ان انا اقول لك لا او دي مهمتي انا. مش حكايه انا ملحناتي، لا في فرق بين ملحناتي وملحن، تفرق كتير. طبعا طبعا يا استاذ. طبعا يا استاذ. لا يعني حضرتك تجاوزت اللقب ده. لا 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 والله ربنا يخليك. لا 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 ده عن جداره، احنا بنتكلم مع حد يعني سوري بقيت حضرتك يمكن المرجع او خلينا نقول من اهم المراجع الفنيه. الله يخليك. بتقوله صح. بس ليه انت ما حبيتش اداء
جورج وسوف للاغنيه، ده اللي انا مش عارفاه. ما لو هنقول بقى هقول لكل اللي غنوها غنوها حلو. بس جورج اخذها له، اخذها للونه لطريقته. لا ده جورج وسوف غناها بطريقته وغناها بطريقه جميله جدا. يعني هو جورج مبدع في كل الحالات. ما انت بقى هتسالي تقول لي مين، هقول لك كلهم. انما انا بتكلم ليه؟ لان الاغنيه دي عملت صناعه لبعض النجوم، يعني صابر اتولد يوم ما طلعت اصاله، هو بيغني من زمان، يوم ما طلع وحصل المنافسه كان صابر رباعي بقى حديث المدينه كلها. صحيح. ولذلك النهارده صابر لما يكون عنده حفله يقول لي لو ما حضرتش في الحفله مش هغني. ليه؟ يقول لي انا بقولها لك كده حقيقي. صوته صوت مثقف. صوت خطير. حقيقي. التعبير ده انا يعني استلفته مدام هنديه من الله يرحمه عمار الشريعي. الله يرحمه. الله يرحمه. كان المفروض اني انا عندي مسلسل اسمه زمن عماد الدين للمخرج الكبير هاني لاشين، ورايحه يسمعني الموسيقار حبيبي عمار عشان يقول اللون بتاع صوت مادلين مثلا الحنجره يليق عليها المطربه الفلانيه فتيجي تغني وانا اعمل لبسينج. الله. فروحت عنده الاستوديو فقال لي طب بصي غني لي كده. كان النوع الغنى فرانكوفون، يعني المفروض هي في الحرب العالميه الثانيه، فالغنى فرانكوفون وجازي وبلوزي، مرحله بدايه اللون ده. فالمهم اني غنيت كوبليه كده. قال لي لا ما حدش هيغني، انت هتغني. قلت له انا لا ادعي ولست مطربه ولا عايز اغني، انا بأدي. قال لي صوتك مثقف، قدرتي تجيبي لي الكروفون اللي انا عايزه. ما هو الثقافه حسب ما تعلمنا من الاستاذ الكبير الاستاذ برضو حلمي بكر، بيقول لك السمع الكثير والخبره، الخبره تكوني مغذيه نفسك بسمع كثير. مظبوط. صحيح. طيب نسمع حته منها بقى يا استاذه، نسمع حته منها كده. كانت بتغني يا حسن يا خول الجنينه، لكن بتغنيها فرانكو، كانت تقريبا يعني انا مش انا لا ادعي لست مطربه ولا اغني يعني سوري قدام يعني هو المؤدي ده بيبقى مؤدي موقف يعني. كانت انه يا حسن يا ساعدني كده يا حسن ايه بقى يا حسن يا خول لا الجنينة يا حسن اوكي يعني حاجه كده. فانا عملتها بقفله من عندي، قلت يا حسن يا خول الجنينه يا حسن هتمي. ما هو ده الغنى بقى. ايه قلت ايه؟ قلت له هتمي. قال لي هو ده. ما هو ده الغنى اللي بيخدم الدراما بقى. لما يكون في دراما لازم اغني المود بتاع الموقف اللي انا بمثل فيه او بغنيه. صحيح. او اللوكيشن بيقول ايه. احنا اتفضلي كملي 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 يا روحي. حضرتك عفوا اتفضلي. اتفضلي يا استاذه اتفضلي احنا مع حضرتك. لا انا قدمت برنامج كان عندي 17 سنه، يعني من اصغر مذيعات الوطن العربي في وقتها، كان اسمه استوديو الفن، وكان البرنامج الوحيد تقريبا المشهور في لبنان والمنطقه العربيه باستثناء مصر، لانه كان في حد اسمه المليجي الله يرحمه كان يعمل برامج هوات. المهم من البرنامج ده انا طلع من عندي ناس كتير، يعني راغب علامه واسماء كبيره طلعت. فالمهم اول سنه قدمته، وبعد تاني سنه عديته وقدمته، يعني كنت المعده. ما شاء الله. الحقيقه انا شايفه ان انت ذات مواهب متعدده الحقيقه بالامانه، يعني والله العظيم. في الاصل اعلاميه يعني ومذيعه، وحتى البي اي ودراسه ماجستير سنه كانت اعلام وصحافه، ما كانش فن وتمثيل، لكن تطاولت شويه على الدراما وربنا وفقني. المهم بناخد منك وعد على الهوا، الاستاذ حلمي بيقول لك تبقي معانا في حلقه ان شاء الله تشرفينا وتنورينا. لا استاذ حلمي وحضرتك هنديه هانم تؤمروني. حبيبتي يا روحي تسلمي لي والله. انا شكرا ليكي ولمداخلتك، ومداخلتك على راسي من فوق والله يا حبيبتي. شكرا 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 يا قلبي. شكرا يا قلبي. اول ما ينكشح البرد كده. حاضر تنورينا يا استاذه، تنورينا يا حبيبتي. شكرا الفنانه الكبيره والنجمه مادلين طبر، شكرا لحضرتكم.